حطاب. شو هالمكان؟ وين نحن؟ ليش ما عم ترد علي؟ شكلك مضيع طريقك. عثمان، كيف هيك؟ معقول متت؟ لا يا مراد، أنت من وقت طويل عايش بدون روح. كل واحد فينا عنده نقطة ضعف سرية، يمكن مع الوقت يقدر يعرفها وبيجوز ما يقدر. وأنا نقطة ضعفي الطيش. وقت حملوني مسؤولية عرش الدولة تعاملت باستخفاف مع هاي المسؤولية، وبالنهاية بلعبة قذرة ومؤامرة وضيعة نزلوني عن العرش بالغصب. بكل وحشية شحطوني بالطرقات وقتلوني بدون رحمة. وانت يا مراد، شو نقطة ضعفك؟ قدرت انك تعرفها بعد كل هاي السنين؟ وضعي ما بيختلف كتير عن وضعك، بس لما انا حكمت كنت لساتني ولد. أقدارنا تشبه بعضها. لا، ما بتشبه بعضها. أنت وضعك مو مثلي. أنت واحد قوي، الكل بيخافوا منك ومن شجاعتك، لأنك عم تحكمهم بإيد من حديد. مظبوط، أنا مخوفهم. بعد قانون المحظورات انعدمت أعداد كبيرة من الناس والعسكر، وأنا بإيدي شاركت بهالإعدام. بس لأول مرة باخذ قرار وبيزف فيه حدا من الأسرة الحاكمة. بالأول جوهران انتحرت، ومن بعد عائشة سممت أولادها زادة وأحمد، وكمان انتحرت، وهيك خسرت الكل. أنت كنت تخاف تلوّد إيديك بالدم. بخاف كون سلطان ظالم وتتلطخ إيدي بالدم. وبتخاف تظلم الناس. أنا ما في شيء بيخوفني. كنت صغير بوقتها وما فهمت شو معنات كلامك. هالحكي هلأ فهمته. أنا خايف كون يا أخي ظالم وبلا رحمة. ومين قال لك ما صرت؟ ومين قال لك ما صرت؟
أنت حاكم يا مراد، أنت حاكم لأعظم عرش بالكون، وما في شك إنه هيك قوة بتخلق حاكم ظالم. بس اوعى تنسى إنه كل ظالم في جواته جانب طيب. العرش عبارة عن صراع بين الخير والشر، بس السؤال هو أنت مين بتختار بينهم؟ بجوز أنا لما حكمت ضيعت الإنسان الخير اللي جواتي، والشر بقي معي وعم يتحكم فيه. بس أنا مو هذا كان الهدف تبعي. الله يشهد علي يا عثمان، أنا كان بدي أحكم دولتي بالعدالة وبالرحمة، بس ما قدرت. بالرحمة؟ بدك ورجيك شو كانت نهاية الرحمة؟ كلهم اتآمروا ضدي واتفقوا علي، بس بتعرف شو أخطر شي؟ أخطر شي خيانة القريب. عائلتي رمتني بحفرة وما حدا سمع صوتي ولا حدا ساعدني لحتى أطلع منها، لا عساكري ولا بشواتي ولا العلماء ولا الأهالي ولا أي حدا. حتى السلطانة قسم ما وقفت معي. أمي حاولت تساعدك وأنا بشهد، بس ما لحقتك، بس هي أخذت بدارك. مو كرمالي، عملت هيك كرمالك من شان ما يصير معك نفس اللي صار معي، لأنه هي أول مين طعني بظهري. هي عادتني وقت قتلته لأخي محمد، هي ما نسيت هالشي أبداً، ولما اجى الوقت نزلتني عن العرش. السلطانة مستحيل تفرط فيك. لا، ما في شيء مستحيل. أنا قتلت أخي محمد كرمال العرش. اللي بقصده لا توثق بحدا، لأنه الكل غرقان بالفتنة وبالفساد، بيحفروا لك قبر إذا ضعفت للحظة واحدة. طلع بحالتي واعتبر، أحسن ما تخسر كل شيء. شفت اللي بدك تشوفه، وهلأ الحلم خلص. انت هلأ رجع لك وعيك بعد ما ضعت بالأحلام. مين انت؟ البعض بينادولي حكيم، والبعض بيقولولي ساحر، بس انا انسان عادي في عنده موهبة غيره ما بيمتلكها، وهي إنه بقدر شوف شو رح يصير بالمستقبل. حضرتك مولانا السلطان مراد خان المعظم، حابب تعرف مستقبلك كيف بده يكون وشو الأمور اللي رح تمر بحياتك؟ إذا حابب تعرف أعطيني إيدك.
شو سؤالك الأول يا مولاي؟ أول سؤال بيخطر على بالك اسأله. يا ترى رح أقدر كون قائد عظيم وقوي مثل أسلافي؟ رح تكون، وحضرتك رح تحقق انتصارات عظيمة، واسمك رح ينذكر مع السلاطين العظماء اللي حكموا الدولة العلية. عيلتي شو رح يصير فيها؟ أمي وإخواتي رح يضلوا معي؟ بخصوص السلطانة قسم، هي دائما رح تكون جنبك حتى أكثر مما أنت بدك، بس إخواتك ما بقدر أقول نفس الحكي عنهم أبدا، لأنه مصير مختلف. كيف؟ شو رح يصير فيهم؟ ما فيني أعرف يا مولاي، بس فيني قلك إنه كل نصر رح يكون فيه إله تمن، وما رح تقدر تسفك دم إذا ما ضحيت من دمك. والعائلة الحاكمة، العائلة الحاكمة رح تستمر؟ نسب آل عثمان رح يستمر؟ أنت بس اللي فيك تقرر مصيره حسب نتيجة الصراع اللي رح تعيشه مع عدوك الكبير. عدوي الكبير مين بيكون يا ترى؟ جوز أنا لما حكم ضيعت الإنسان الخير اللي جواتي، والشر بقي معي وعم يتحكم فيه، بس أنا مو هذا كان الهدف تبعي. الله يشهد علي يا عثمان، أنا كان بدي أحكم دولتي بالعدالة وبالرحمة، بس ما قدرت لأنه الكل غرقان بالفتنة وبالفساد. بيحفروا لك قبر إذا ضعفت للحظة وحدة.
أنا قتلت أخي محمد كرمال العرش. لا توثق بحدا. وعدوي الكبير مين بيكون يا ترى؟ اللي بتشوفه بمنامك جاي على حصانك، هذا عدوك. حاول تلاقيه يا مولاي، لازم تلاقيه. Thank you.
قدرتك ما اعتبرني عدوك لك. قراراتك عم تأذي كل الناس اللي بس بتحبها. الحقيقة انت بس أكبر أولادي لنفسك قبل أي حدا بالدنيا كلها. لن أتركهم ضحية لغضب عم تأذيك. ومن وراء تهورك هاد رح تجر حالك لأنني على يقين وواجبي بأنك يوم ترى ستقضي على كل رجعاً. هدول الأصوات سكتهم لازم ما تسمعهم أبداً لأنه هنن عم يحاولوا يخدعوك. أنا مو عدوك. مشكلتك بالأساس مو معي. أنا السلطان مراد، حاكم هذا العالم. أنا أحلى من كل هالعالم. أنا أسمى من كل هالبشر. ما بحسب لأي حد حساب. وهالأصوات لبشر عاديين ما بيشبهوك. هدول الناس بيخافوا منك، بيحسدوك، غيرانين لأنهم أندال. كل هالناس ما بيشبهوك يا مراد. قتلهم كلهم يا مراد. قتل كل شي ممكن يخليك تصير مثلهم وادفنوا محل ما انك واقف.